أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القائلون بعدم التفصيل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على رأي الخوارج؟ وما هي عقيدة السلف في هذه الآية؟ على عقيدة الجهال الذين لا يفصلون، على عقيدة الجهال. من هم اللي ما فصلوا؟ يمكن لهم من المتعالمين ليسوا علماء أو من الجهال، فلا يلتفت إلى قولهم. الاعتماد على كلام أهل العلم وأهل البصيرة والمفسرين المعتمدين هم الذين يؤخذ قولهم. نعم.